مؤلفات السارتر أطروحات لا تصلح للاستدلال. الأطروحة تعرف أنها فكرة محتملة قابلة للنقد والطعن والتبنيد. يحاول صاحبها جمع أكبر عدد من القرائن لترجيحها على غيرها. اعتمد السيد الصدر الثاني رضي الله عنه على الأطروحات والمحتملات في أغلب مؤلفاته ودروسه، ومنها منة المنان وشذرات في فلسفة تاريخ الإمام الحسين عليه السلام والموسوعة المهدوية، وقد أعطاها أولوية وأهمية فيما يتوصل إليه من نتائج غير قطعية، تاركا الباب مفتوحا لكل قارئ التوسعة وعرض الأفكار والتفلسف. تحدث الصدر عن مصادر بحث تفسير منة المنان التي يمكن اعتمادها، فيذكر ما هب ودب أيا كان مذهبها ومهما كان اتجاهها، وقد تسبب ذلك بإعطاء ثغرة قاتلة ومدمرة استغلها السلوكيون أصحاب العقول القاصرة في تأويلاتهم العقائدية الفاسدة. أود أن أذكر وأتعرض إلى ما يسمى بالسلوكيين الذين أصبح أمرهم مشهورا وعلنيا لكي أحذر المجتمع منهم وأحذر المؤمنين منهم وأحذر المسلمين منهم. ولدفع مخاطر تلك الانحرافات السلوكية، واصل المرجع الصرخي تغريداته محذرا من السلوكيين واستغلالهم للثغرات، قائلا تحت عنوان أستاذنا الصدر رضي الله عنه عالم ناصح غير معصوم: السلوكية تستغل الثغرات، منة المنان أنموذجا. يمكن للقارئ التدقيق والتوسع والإضافة للبحث اعتماد المصادر أيا كان مذهبها ومهما كان اتجاهها. الموسوعة أطروحات لا تصلح للاستدلال. ذكر المرجع شواهد عديدة من مقدمات بحوث أستاذي الصدر رضي الله عنه، تطرق إليها في التغريدات لتكون حجة على السلوكية المنحرفة.